خلينا نقول كمان يا احمد ان قمه الاصلاح وقمه مصر الاقتصاديه هيكون فيها قضايا مهمه، هي قضيه التصنيع، وهيكون في جلسه تحت عنوان الفرص المتاحه والمستهدفه لدعم نمو قطاع الصناعه الحكومي والخاص، وهيتحدث خلالها رجل الاعمال الوطني ورجل الصناعه الاستاذ محمد ابو العنين رئيس مجلس اداره مجموعه شركات كليوباترا، ومجدي غازي رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتنميه الصناعيه، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصريه، ودكتور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طيب المشاركون إن شاء الله في الجلسة هيطرحوا عدد من الرؤى، مختلف الرؤى لدعم الصناعة المصرية، إزاي بدأت مصر المنافسة الدولية في العديد من المجالات الصناعية. كمان هيتم استعراض للخطوات اللي قطعتها الدولة للعناية بالقطاع الصناعي تحديدا على المستويين الحكومي والخاص، وضرورة فهم الفرص المحتملة لآليات النمو في الدولة بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي. وإن شاء الله نتابع مع حضراتكم قمة مصر الاقتصادية الأولى لحظة بلحظة بإذن الله.